جديدة في فير بلاي يواصلوا في استقبال ضيوفنا وضيفنا الأول اليوم. كل حدث يفرض نفسه، المنتخب الوطني التونسي يستأنف استعداده للمقابلة الودية ضد منتخب السودان إن شاء الله نهار الجمعة. معنا بالتليفون العضو الجامعي المكلف بالمنتخبات الوطنية السيد هشام بن عمران. سي هشام شنو أحوالك؟ مرحبا، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين اكسبريس اف ام. دونك سي هشام، حابين نسألوك على تحضيرات المنتخب، كيفاش جارية خاصة في الظرف هذا الاستثنائي اللي تعدى به البلاد، كيفاش قاعد المنتخب يحضر الماتش الودي ان شاء الله؟ والله بالنسبة للمنتخب كما تعرفوا الملاعبين كلها موجودين اللي كانوا معناتها مستدعين من الناخب الوطني. فما بروتوكول سانيتير معناتها سيفير قاعدين نابليكو فيه، باش دخلوا الاولاد الكل دخلوا بالبيسير بتاعهم نيجاتيف، اللي المجموعه اللي موجوده غاديك الكل بالمسؤولين بالستاف تكنيك بالستاف ميديكال الكلهم عاملين بيسير وكلهم باش يعيشوا مع بعضهم بوندون الخمس ايام هذوما، وان شاء الله ربي يبقي علينا الستر. خاطر تعرف وضع استثنائي ووضع معناتها صعيب برشا، عمل حاولنا باش نطبقوا التعليمات تاع البروتوكول سانيتير بحذافيره، وان شاء الله بقدره ربي المجموعه موجوده في النزل تترينا قاعده يدربوا في حصه كل يوم معناتها في الملعب المنزه، قاعدين معناتها نخدموا معناتها بكل اريحيه. ان شاء الله المنتخب معناتها الريجروبمون هذايا يكون طالع خير ونافع للاعبيه الكل اللي ليهم عام، كما تعرف ليهم عام كامل ما تقابلوش، اليوم تقابلوا عاودوا رجعوا معناتها فهمتني، سي اون ايتاب باش تدخلك سوليداريتي دو جروب، باش تدخل ناس تعيش مع بعضها اليوم عام ما عاشوش مع بعضهم يعاودوا يرجعوا للجو العام نتاعهم. فما عناصر جديده اللي دخلت واندمجت معناتها بكل اريحيه معناتها مع الجروب. ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب، الجروب هذايا عنده ما يقول وقدره ربي يعمل نتائج طيبه ان شاء الله. سي هشام تعرفوا عملتوا اجراء بالستاج نتاع المنتخب من غير تغطيه اعلاميه، قاعدين نتابعوا في اخبار المنتخب من خلال سوى صفحه رسميه ومشكور الزميل قيس القيس ولا حتى بالوسائل الاتصال الحديثه كما الانستغرام. شفنا البارح في بعض الستوريات نتاع الملاعبيه عملتوا كانه حفل استقبال ملاعبيه جدد، هكا حاجه جديده ظهر لي. اي صارت سيريموني معناتها على الجو العام كما قلت لك، معناتها اليوم برشا ما تقابلوش واليوم جاوا دخلوا معهم عناصر جديده، عملنا لهم جو معناتها كونفيفيال بتاع جو عائلي باش احتفلنا بالجماعه جدد وجماعه جدد اللي اول مره معناتها يلتحقوا بالمنتخب التونسي، ومعناتها كانوا في كما منتصر الطالبي كان في صنف الشبان موجود معناتها ديما في المنتخب بتبقينا، فما عناصر الاخرى اللي كما نيس بن سليمان كما فما هما ثلاثه ولا اربعه جدد، عاد عملنا لهم معناتها جو فاميليال كما قلت لك باش يدخلوا في التربص بكل اريحيه، وان شاء الله اندمجوا الحق نتاع ربي، هما تو يعرفوا بعضهم من قبل حتى كان ما يعرفوش بعضهم تقابلوا في مناسبات اخرى، تبقينا اليوم المجموعه اللي موجوده الكل انسجمت مع بعضها، وان شاء الله ربي يوفقهم باش يخدموا على ارواحهم ويحضروا معناتها هذه التحضيرات هذوما. ماك تعرف عندنا ديزيشيونس معناتها افريكان وعندنا كوب دي موند، واحد ماذا به يرجع الجو العام باش التحضيرات معناتها المقابلات الرسميه تكون على احسن وجه ان شاء الله. سي هشام، بعض الملاعبين ما تمكنوش من الالتحاق كما عمر رقيق، علاش ما تمش من الاول معناتها التنسيق معاه معناها؟ والله يا عمر رقيق تم التنسيق معاه وكان معناتها الامور واضحه، تبقينا في اخر وقت ماك تعرف ملاعبي باش يبدل من الجمعيه، حبينا نخليه له معناتها الوقت باش خاطر كان هو في هرتا برلين وماشي لارسنال بحول الله ان شاء الله ربي يسهل له، فهمتني، خليناه يرتب اموره وحتى كي يجي باش يجي مرتاح البال ما عادش عنده مشكله، خاطر باش تجيب ملاعبي ومن بعد هو عنده مازال الكونترات ومازال مش مصحح، واحد يبدا ما يبداش في سحنه كما يقولوا، ولذا خيرنا باش يواصل هو معناتها لي بور بارلي بتاع الكونترا الجديد نتاعو، وان شاء الله يتم وقدرة ربي كان مش موجود في الستاج هذا ان شاء الله بقدرة ربي يكون موجود في الستاج الجاي. معناها اداريا اتفقتوا معاه باش يكون في المنتخب ان شاء الله البريود الجاي، معناها خاطر نعرفوا جاي قبل منتخبات الشوبان وبعد مشى يلعب مع هولندا، تو نقولوا رسميا باش يكون معنا ان شاء الله. اكيد باش يكون معنا بحول الله، ومعناتها هو بيدو
معناتها حاب باش يلعب مع المنتخب التونسي. نتصور اللي معناتها الاجراءات توا اللي عنده نتاع الكونترا الجديد اللي خلته ما يجيش، اما بحول الله قلت لك التربص المقبل ان شاء الله يكون موجود معنا ان شاء الله. مارك كلمتي كيف كيف نفس الكان نورمالمون؟ مارك كلمتي كيف كيف زاد هو عنده تبديل كونترا، وان شاء الله بقدره ربي زاد هو يكون يلتحق. مارك كلمتي معناتها ما تسماش جديد، مارك كلمتي موجود معنا من قبل، ولذا معناتها سي با لو ميم بروبليم كيما عمر. عمر بحول الله قلت لك الاستاذ جاي يبدا موجود معنا، خليناه معناتها يرتب اموره وان شاء الله يجي في مرتاح البال ويجي في يلعب في ارسنال ان شاء الله بقدر. ان شاء الله نشوفه تونسي يلعب في ارسنال علاش لا. ما نطولش عليك برشا سي هشام، اخر سؤال. الوزاره هبطت بلاغ نتاع تاجيل النشاطات الرياضيه لمده 2 اسابيع باستثناء تربصات نتاع المنتخب. المقابله الوديه تنجم تكون مهدده نتاع السودان؟ والله مهدب لا، تبقينا بوتيتر التوقيت نتاعها باش يكون هو بيد وهي معناتها ويكلو. نصور كيما قلت لك احنا معناتها البروتوكول سانيتير طبقناه بحذافيره، والاستثناء اللي عمله لنا سيد رئيس الحكومه مشكور، معناتها باش نقوموا بواجبنا على احسن ما يرام سور لو بلان معناتها سانيتير، وقدرة ربي باش تدور مقابلة كيما مبرمجة ان شاء الله. ما فماش طلب من الوزارة بالغاء المقابلة ولا حاجة هكا، خاطر الاستثناء في التربصات مش مقابلات ولا؟ الاستثناء هو مع تربصات ومقابلات التظاهرات، معناتها يقول لك تظاهرات رياضية مع معناتها كيما نقولوا ماتشوات المباريات، هو معناتها الاستثناء بالنسبة للفريق الوطني ينجم يقوم بنشاطه عادي، وكان فما تربص معناتها فار تربص فما مقابله مبرمجه بحول الله ان شاء الله باش تصير مقابله مبرمجه، واحنا يمكن بعدها هي قد زاد باش نمشيو للنمسا باش نلعبوا ضد الفريق النيجيري، زاد مقابله مرتبه ومورها وقدره ربي ان شاء الله تصير ان شاء الله. نهار السبت ان شاء الله تحول للنمسا؟ نهار السبت ولا نهار الاحد، مازال اون برانسيب نهار السبت بريفيو، نهار السبت بتقدر نمشيوش نهار الاحد ونروحوا نهار الاربعاء ان شاء الله. واضح. نلعبوا يوم الثلاثاء. يعطيك الصحة، شكرا لك سي هشام على كل التفاصيل ما ديتنا بها. مرحبا بك خويا عايش. دونك يعطيك الصحة سي هشام، وبالتوفيق ان شاء الله للمنتخب في الزوز مقابلات الودية الجايين ضد المنتخب السوداني، كذلك ضد المنتخب النيجيري مقابلة باش تكون ان شاء الله كما كنتوا تسمعوا في النمسا. سألنا أكيد تصفيات المنتخب، تصفيات الكان، وكيف كيف أيضا تصفيات المونديال القادم. موزيكا ثم مواصلين في بلاي حتى المرة الثالثة.